اهلا بيكم في تعلم الرسم. دلوقتي هنبتدي الجزء العملي، ازاي نتعلم نظلل ونعمل حاجه واقعيه زي جوستاف كوربيه. مستعد يا يوسف؟ بص انا عندي مستعد. شويه فاكهه، تحب تاخد ايه؟ مانجا ولا تفاحه ولا ايه؟ مانجا. مانجا وايه كمان؟ موزه. تمام، يلا. تعرف انت بتعمل التكوين بتاعك، وخلي وانت بتعمل التكوين بتاعك ان في ظل زي جوستاف كوربيه كده على الورقه. اوكي، هو يوسف حطها على الطرف هنا وهي تربي تضل على الورقه عشان يكون عندك مساحه للترسم. ايوه كده، شايف كده؟ فاكرين هنرسم بايه؟ هنرسم بال 6 بي ولا 6 اتش؟ بي ولا اتش؟ بنرسم بايه يا عمر؟ بي. اي حاجه فيها بي، من اول بي لغايه 4 5 6 بي، لازم بي. عارف ليه يا يوسف؟ قلنا في الحلقات اللي قبل كده ان البي ناعم على الورقه قوي وبيتمسح بسهوله وغامق. اوكي، يلا ابتدي ارسم. بس بص يا يوسف، هو هيديك اول ما تحطه على الورق هيرسم، فما تضغطش قوي عشان لو عايز تمسح حاجه. وادي الاستيكه، واتفقنا عايزين نفكر يوسف ونفكركم واحنا بنرسم. عملنا خط شايفينه غلط مش هنمسحه. لا، عارف ايه يا يوسف نعمل ايه الاول؟ عملت خط غلط، ارسم الصح جنبه وبعدين امسح الغلط. فهمت؟ فهمت. اقول تاني، انا رسمت الموزه بطريقه غلط، مش عاجبني الخط. طيب هرسم جنب الخط الوحش يا يوسف خط حلو اللي انا عايزاه. اول ما اقول اه هو ده اللي انا عايزاه همسح اللي غلط. فهمت؟ مش هنمسح الاول، نرسم الاول الصح وبعدين الغلط. تاني؟ لا. طيب يلا نروح لعمر. عمر مستعد؟ اوعى تاكل التفاحه هترسمها. طيب تحب ايه؟ عايز ثلاثه ولا تاخد اتنين زي يوسف؟ اتنين. موزه وتفاحه. الموزه والتفاحه. طيب خلاص، تعرف تعمل التكوين بتاعك؟ ايوه. يلا عمر، حط الموزه فوق قدام التفاحه كده ولا لا؟ اي حاجه، الاثنين زي بعض، خلي الوان جنبك كده. اهي شايف الظل عامل ازاي؟ شايفين عند عمر الظل واضح قوي ازاي؟ التفاحه مرسومه زي جوستاف كوربيه، يبقى هو فعلا كان واقعي، لان هو رائد المدرسه الواقعيه. يعني ايه رائد المدرسه الواقعيه؟ هو ابتدى ان هو يرسم حاجه واقعيه مش من خيال ولا انطباع، ايه لا بالظبط زي قدامه. فعمر انا شايفه الظل بتاع الموزه على رسمه الموزه فعلا، بس طبعا ديستورشن شويه من مفتوح شويه، والتفاحه نفس الكلام. يلا يا عمر ارسم ب اتش. صح، هشيل دول ولا لا؟ لا خليهم زي انت هترسم بقى في الكورنر الفاضي ده، شايفين؟ بعدين ارسم دول على لا. بص انا ده ارسمهم ثانيه واحده، هقول لك حاجه. دخل ايدك كده لورا، هترسم من هنا الحته دي وهتنقل كل اللي انت شايفه هتنقله هنا، مش هتمشي عليه. فاهم؟ بس اتفضل هنجهز لك الالوان، حط الميه كده قدام شويه عشان تبقى قريبه لعمر. نفكر عمر ونفكر يوسف واحنا بنرسم، نفرد ظهرنا. وعايزين نقول حاجه بقى مهمه قوي، احنا واحنا بنرسم مش هنعمل بالظبط زي جوستاف اول مره، لا، مره في مره، كل مره الرسمه بتتحسن. ونفكر عمر واحنا بنرسم، لو احنا هنستعمل الميه مش بنظلل بالقلم الرصاص. اوكي، خليها واما تيجي تلونها نعملها. بنرسم الخط الخارجي الاول وبعدين عمر عمل حاجه غلط. اقول لكم ايه عمل عمر ايه؟ التفاحه هي اللي كامله قدام عمر، رسم الحاجه الناقصه. لا، احنا نبتدي بالحاجه الكامله وبعدين نرسم اللي وراها، ما تمسحش، ارسم التفاحه. تمام، ونحاول بقى نفكر. بس عشان دي اول مره لعمر ويوسف فبيرسموا صغير، دايما نرسم كبير عشان يكون الحاجه واضحه بالنسبه لنا. بس حلوه تانية. لا لا لا، زي عايز ترسم بس دي وشوف مين احلى. عمر قال فكره تانية، هيرسم واحده تانية اكبر بالحاجات الصح اللي انا طالقه اللي انا قلت له عليها، هيصلح بقى. ايوه شايفين رسم التفاح ازاي؟ ليه رسم التفاح اكبر؟ لانه شايف الصغيره قدامه ما صحاش. يوسف قاعد يمسح فبيمسح الغلط فمش هيعرف هو عمل ايه. فاهمين؟ شاطر. وبيرسم الملمس بتاع التفاحه من فوق. اوكي تمام، شوف يوسف. يلا عمر ما تمسحش اللي انت شفتها فوق دي، خليها. نحاول نقلل استعمال الاستيكه. تعال نشوف يوسف عمل ايه. برافو يا يوسف. بص يوسف رسم كبير ازاي، سامع وانا بقول لعمر يرسم كبير؟ شاطر يا يوسف، بيرسم بالراحه قوي عشان يبقى واقعي ونقل بالظبط. لا ممكن نكمل المانجا.
لغايه هنا. بص المانجا واقفه عند ايه؟ اخر الموزه صح؟ اخر الموزه يبقى هنا. بص كده انت ابتديتها حلو، بس نكملها كده تمام. امسح لي بس الخط ده. لا فاكر احنا ايه عشان ايوه هي تمسحها لك انا. يلا ابتدي بقى يوسف اعمل التفاصيل بقى بتاعت الموزه. في هنا حاجه زي اللي طالعه منها بتاعت الموزه. اوكي طيب شاطر. شيل الاستيكه دي مش بالتكوين، لازم احط كل حاجه كده. شايف الموزه فيها ايه؟ خط كده باين قوي صح؟ ارسم ارسم بقى خط هنا باين. ايوه شاطر يوسف قوي. كمل لغايه الاخر. بص لغايه فين؟ لغايه الحته اللي طالعه دي. شاطر يا يوسف. انا هحضر ليوسف الالوان. حط الميه تبقى قريب شويه. بصوا دايما الميه تكون قدامنا في نص الترابيزه تمام اهي. يلا نبتدي. هنبتدي بالموزه ولا بال لا بص نحط القلم في مكانه عشان ما يلخبطكش. ايوه ها هنبتدي بايه بقى؟ الموزه. فاكر هنعمل ايه ازاي في الموزه؟ فاكرين؟ عايزه اقول لكم حاجه بقى نفكر يوسف بيها كمان. استيكه مكانها. بص بقى الابيض مش نظيف، هننضفه ازاي؟ بص يا يوسف فاكر بننضف ازاي؟ بنحط كده اهو الميه كاني حلاوه باللون ده تاني، كاني حلاوه بيه. اول ما يبتدي يسيح كده منديل كده اهو، لان في ناس بتعمل حاجه غلط بتحط الالوان تحت حنفيه المطبخ او الحنفيه نفسها اي حنفيه، وكل الالوان دي بتخلص بسرعه قوي وبتضيع. فهمت يا يوسف؟ تمام. يلا انت هتعمل الموزه صح؟ ليه نضفت لك الابيض؟ عارف ليه؟ علشان انت هتعمل اصفر مع ابيض فاكر؟ افتح حاجه خالص للموزه عشان ضوء الموزه ده يكون باين. يلا ابتدي لون كل الموزه افتح درجه اصفر. لا خليك سريع. ايوه بص يوسف خايف. لا اغلطه ونعيد من الاول ونجرب تاني، وانا لو هنا عملت وحش هعملها المره الجايه احلى. هو ده الرسم، زي الممارسه، ممارسه اي حاجه، زي ممارسه الرياضه. مش فاكر يوسف اول مره لعبت هاند بول كان زي دلوقتي ولا كنت اقل؟ اقل اقل. كل ما يمارس اي حاجه بتبقى احسن. هي زي الرسم بالظبط. شاطر يا يوسف. اول ما الفرشه تدي زي يوسف كده ابيض ده معناه ان هي عايزه تشرب ميه صح؟ ايوه شاطر يا يوسف. مش لازم ايوه كده على الطرف الكوبايه. برافو. حطها على الاصفر. شاطر وابيض. شاطر يا يوسف. ايوه افرش الموزه كلها ولا يهمك. ايوه كده عشان لسه هنغمق في حتت وحتت. هجيب فرشتي وادي لك المانجا، اعمل لك المانجا معاك. انا هعمل مع يوسف، هعمل افتح حاجه في المانجا برضو ابيض مع سن اخضر. افتح حاجه خالص وهفرش المانجا كلها. بص يوسف بعمل ازاي بسرعه. شفت انا سريع ازاي؟ بص الاوت لاين كده بالراحه اهي، لان المانجا حتى ضوء النور في المانجا هيبقى ايه؟ اخضر فاتح قوي، بتبتدي تغمق الغامق. الوان الميه بقى لازم لازم واحنا بنستعملها تكون ايدنا سريعه قوي. اي انا لو انت اللي يوسف في اول طبقه للاخضر. احنا نشوف بقى يوسف ايه اغمق حاجه. اغمق حاجه في الموزه اه هنا صح. هنغمق الاصفر ازاي؟ ندي سنه اخضر، سنه اخضر عشان هي مخضريه شويه صح. هنروح على الاصفر كتير. بص يوسف كده اروح اصفر كتير او الاصفر ده. ده الاصفر ده اغمق شويه صح. بصوا كل ما عايزه اغمق اللون هقلل الميه، مش هحط ميه كتير. 1 2 3 4 يلا تعد معايا. بصوا قد ايه والسن اخضر. ابتدي بقى كل دي كل الحته دي اغمق يا يوسف. الحته اللي تحت. شاطر ايوه افرش بسرعه. بص الاكوارال لازم ايوه شاطر. بص كده
بص عامله ازاي كده، بتسحب مع رسمه ال اه بص بسحب مع رسمه الموزه نفسها، اغمق والسن اخضر عشان المخدريه زق من تحت كده، وافرش الاخضر بسرعه وانا برسم. اتفقنا يا يوسف؟ ودي افتح حاجه عند الموزه صح، الحته دي مش هنمسكها بقى، في حته مثلا بنيه. اوكي يلا تكمل. يلا برافو عمر، سريع ابتدى يعمل الظل بتاع الموزه. انتوا عارفين لما جوستاف كليم جوستاف كوربي وعمر ويوسف وانتوا في البيت تحطوا حاجه قدامكم، حاجه مجسمه حاجه حقيقيه وتنقلوها، اسمها طبيعه صامته، بالانجليزي اسمها ستيل لايف. فعمر ويوسف دلوقتي بيعملوا حاجه اسمها طبيعه صامته. يعني ايه طبيعه صامته؟ حاطينها حاجه طبيعيه قدامهم بيرسموها، ممكن تكون فاكهه زي ما هم عاملين، ممكن تكون قلم، نظاره، موبايل، اي حاجه مجسمه قدامكم ترسموها. جزمه في دلوقتي طالع موضه ان كل واحد يحط الجزمه بتاعته المفضله ويرسمها. ممكن اجرب اعمل الموزه معاك؟ لا انت كمل، انا معايا فرش اعمل الموزه ممكن؟ ايوه طيب. انا استخدمنا الوان ايه عشان نعمل التفاحه؟ التفاحه استخدمت ايه؟ انا استخدمت البني والاحمر. برافو. غمق بقى الاحمر ازاي؟ عمر عايز يفتكر يغمق الاحمر. لا مش بالموف، فاكر؟ اه صح. كمل بس الظل بتاع التفاحه زي جوستاف كوربي وانا هعمل لك الموزه. بص عمر الاصفر بتاعه مش نظيف، لازم قبل ما استعمله عشان الموزه بتاعتي لازم انضفه بمنديل اهي. اهم حاجه تنظيف الوان الميه عشان تشتغل كويس. دلوقتي اللون مش اصفر خالص. ممكن يا عمر تقرب لي بس الورق عشان اعرف اطلعه. شكرا. بصوا شايف لازم نروق المكان حوالينا. ايوه فاكرين الموزه لازم اديها فاتح قوي، هفرشها الاول لون اصفر فاتح قوي كده زي ما انا شايفه. افتح حاجه عندي الفوق دي والتحت مغدر شويه، فاصفر مغدر سنه تحت هنا شويه، في هنا فوق هنا مغدر شويه تحت هنا كمان هنا. صح يا عمر؟ ايوه. الاصفر اغمقه برملي شويه، فاحط ايه على التفاحه؟ الموف، موف مع احمر. شوف انت الاضاءه بتاعتك فين، ايه اخطر حته فاتحه في التفاحه بتاعتك؟ التزكي. لا هنا التفاحه نفسها اكتر حته مفتحه فين؟ الناحيه دي. الناحيه دي عشان النور جه كده، فانت غمق كل دي. بص جوستاف كوربي بيعمل ايه، بص هنا خلط الاحمر بموف عشان يعمله غامق قوي زي ما انت شايفه قدامك، وفوق عملها احمر ببرتقاني. ده موف صح. على نص اللون فاكر، عشان لو احنا عايزين نص الدايره. ايوه كده، اول ما تلاقي الدرجه اللي انت عايزها اعملها. دي هي دي؟ لا يبقى ازود لا ما نغسلهاش. شفت عمر عمل ازاي؟ جاب الدرجه لقاها غامقه قوي، قام حطها في الميه. لا كمل بقى احمر. هي دي الدرجه اللي انت عايزها؟ دي شايفها في الاحمر، هي دي؟ ماشي. صح هي دي. يبقى انا هشوف اهي، بصوا عاملين اهي، شفت ازاي غمقت؟ فهمت؟ ايوه ايوه كده، كل تحت ده غامق، ندرجه كده تمام. عايزه اعمله بلندنج، عايزه ادرجه مع اللون، من طرف الغامق اسيحه اعمل له بلندنج مع التاني. بص ازاي كده، فهمت؟ عايزه الحته دي فاتحه قوي هديها شويه برتقاني زي جوستاف كده، وسن اصفر. فهمت ازاي بتفتح الاحمر؟ تمام. يلا في حتت بني في الموزه. يوسف حطيت التفاصيل الواقعيه بتاعت الموزه عندك زي جوستاف، برافو عليك. بالبني انا جاي اساعد يوسف حالا، حط مثلا هنا في طرفه هنا خط بني بس بعد ما ينشف. مش ايوه شفت عشان انت ما عملتش كده. تعال يلا خط كده يلا. لا مش كل ده، فاكرين ان احنا قلنا كل حلقه ان عمرنا ما نخلص اللوحه في حلقه واحده، لا في نص ساعه ولا في ساعه، نقعد شويه. وكل ما مثلا احنا تعبنا في شويه دي او زهقنا او عايزين نريح، نسيب حاجتنا زي ما هي بس نغسل الالوان ونحط الفرش زي ما اتفقنا، واقفه كده خلاص عشان ما تبص، ونرجع لها تاني. تيجي نشوف عمر وعلي عملوا ايه؟ تيجي نشوف. يلا عمر ارفع اللوحه بتاعتك بس على الستاند بارس مع الايزا. برافو. يحط الفاكهه على الجنب تمام. يلا يوسف حط الطبيعه الصامته بتاعتك، اللوحه بتاعت الطبيعه الصامته. تعالوا نقول الطبيعه الصامته عشان نفتكر اسمها ايه.
طيب تعالوا نشوف عمر عملها حلو ولا لا. ونقارن بين عمر وجوستاف كوربي. طيب عمر دلوقتي عمل زي جوستاف كوربي، حط تفاصيل حلوه وهو على قد قدراته، عمل الظل بتاع التفاحه والموزه وعمل خلفيه. شاطر يا عمر، حلو قوي. بص عمر بيعمل ايه بقى، اتعلم ان هو ينضف الالوان بتاعته. ندي عمر نجمتين، نجمه ذهبي عشان هو عمل زي جوستاف كوربي، ونجمه فضي عشان هو بيرسم بينضف البالت بتاعته. حطها له في البالت هنا. اوكي طيب، طلع من ورا كده. شكرا يا عمر، انت بتنضف البالت بتاعتك والوانك، عشان عمر هيسيب اللوحه تنشف واما يكون عنده وقت فراغ تاني هيكملها، عشان مفيش لوحه بتخلص في نص ساعه. تمام كمل يا عمر. هنشوف علي يوسف. يلا الله، بص بقى يوسف عمل ايه. استنوا، يوسف برضو عمل حاجه حلوه قوي، عمل زي جوستاف الباك جراوند، الخلفيه زرقاء عشان تظهر الطبيعه الصامته اللي هو رسمها، وعمل ظل ونور. بص الظل ونور عشان دي حاجه واقعيه، هو عايز جوستاف كوربي كان بيعمل واقعيه قوي عشان هو مدرسه واقعيه، فيوسف ابتدى يعمل زيه. طبعا اللوحه لسه ناقصه، نقعد نكمل فيها كل شويه. شاطر يوسف، ودي يوسف نجمه ذهبي عشان هو ابتدى يتعلم من جوستاف كوربي، وكمان يوسف ابتدى يلون ينظف الباليت بتاعته زي عمر. شاطر يا يوسف، برافو. اديك واحده كمان بقى زي عمر. تحب تلزقها فين؟ انت تلزقها لنفسك بقى، تحب تلزقها فين؟ على اللوحه نفسها. الله حلو قوي، كانها دي الريفلكشن بتاعتها. يبقى احنا اتفقنا ان كل لوحه بتاعتنا نقعد ناخد فيها وقتنا عشان نظبطها حلو وتبقى احلى، وما بتطلعش حلو من اول مره، مره في مره بالممارسه هتبقى احلى واحلى. اتفقنا؟ زي جوستاف كوربي. وكده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، أشوفكم في حلقة تانية إن شاء الله مع فنان جديد. مع السلامة.